قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله جل وعلا ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجر. أيها الإخوة، تحدثنا في الظهر عن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا بأن شرع لنا التوبة، والتوبة قلنا أنها كما أنها تكون من فعل السيئات فإنها كذلك تكون من التقصير في فعل الطاعات، ومهما بذلنا أوقاتنا وأعمارنا في عبادة الله سبحانه وتعالى فحق الله أعظم، حق الله علينا أعظم. وقلنا إن التوبة وظيفة العمر لا يستغني عنها العبد، يجددها في كل وقت، وأن من أخر التوبة فهو على خطر بين أمرين عظيمين، أولهما أن يحال بينه وبين التوبة بمرض أو موت أو نحو ذلك، والأمر الثاني أن يطبع على قلبه ويختم ويغلق على قلبه فيصاب بالران حتى يصبح القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيحال بينه وبين التوبة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلا يمكن ولا يوصل إلى هذه التوبة. ثم قلنا أيها الإخوة أن العبد يحذر من أمرين عظيمين فيما يتعلق بالتوبة. الأمر الأول أن يحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، فالإنسان مهما كبر ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى يغفره، فإن الإنسان مهما عظم ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى يغفره. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو أن عبدا أفنى عمره مشركا بالله سبحانه وتعالى ثم تاب غفر الله له ذنوبه. الله يغفر لصاحب الشرك شركه، يغفر بل غفر لقاتل 100 نفس غفر الله له ذنبه، فالله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفر. فاحذر أن تقع في تعظيم الذنب وتهويله حتى يحول ذلك بينك وبين التوبة، لكن في نفس الوقت احذر من أن تستمرئ الذنب وتعتاده ولا تحدث له توبة، بل كلما أذنب المرء ذنبا فإنه يحدث له توبة، ولا يزال هكذا في جهاد مع نفسه ومع الشيطان حتى يتوفاه الله. قد ذكرت لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب أخرى فقال: أي ربي اغفر لي، فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب أخرى فقال مثل ذلك، فقال الله جل وعلا: قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليعمل ما شاء يعني ما دام يذنب ثم يحدث توبة، ما دام يذنب ثم يحدث توبة. طيب، ثم قلنا إن من الكبائر أو من العظائم أن تعير شخصا وقع في ذنب ثم تاب منه، أن تعير شخصا وقع في ذنب ثم تاب منه، فإن الإنسان إذا أذنب ذنبا ثم تاب منه فإنه لا يعير بهذا الذنب، بل ربما يكون حاله وأجره بعد التوبة أكثر بكثير مما قبل أن يحدث له هذا الذنب ثم يحدث التوبة. وذكرنا بعض علامات التوبة الصحيحة، قلنا علامة التوبة الصحيحة تعظيم الجناية التي وقع فيها العبد،
تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وتعظيم هذا الذنب التعظيم الذي يدفعه إلى العمل. وذكرنا أثر عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال ما قال في صلح الحديبية، فكان يقول إني أستغفر الله وأعمل أعمالا عسى أن تكفر ذاك الذنب. ثم قلنا اتهام التوبة، وأن الإنسان من علامات التوبة الصادقة أن الإنسان يجددها ويحسنها حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا أن من أعظم علامات التوبة الصحيحة التي يقيس بها الإنسان نفسه هي الكسرة والخضوع والذل الذي يحصل في قلبه، وهذه الكسرة وهذا الذل والخضوع هو من أحب الأعمال إلى الله، من أحب الأعمال إلى الله الانطراح والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. طيب، نذكر الآن بعض أحكام التوبة. من أحكام التوبة أن المبادرة بها واجبة على الفور، وأن من أخر التوبة فقد وقع في ذنب يحتاج إلى توبة، ولهذا لا تؤخر التوبة بمجرد ما تفعل الذنب أو يحدث يقدر الله لك عليك ذنب فبادر بالتوبة أيضا. وهذه في الحقيقة يا إخوة من كرم الله سبحانه وتعالى البالغ. الإنسان إذا عمل حسنات ثم بعد ذلك وقع في سيئات تمحو تلك السيئات الحسنات، يعني هو عمل حسنات لكنه عمل أعمالا وموبقات ومعاصي ربما تغلب هذه الحسنات حتى تمحوها تكون أكثر منها، ثم تاب بعد ذلك، تاب من هذه السيئات والموبقات، فإن الله سبحانه وتعالى يعيد له الحسنات التي محتها تلك السيئات التي تاب منها. فإذا عمل الإنسان ذنبا ثم أحدث إذا عمل الإنسان حسنات ثم أحدث ذنوبا تغطي هذه الحسنات ثم بعد ذلك تاب من هذه السيئات، فإن الله يعيد له أجر تلك الحسنات. دليل ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. قد ذكرت لكم مرة أن حكيم بن حزام عمر في الإسلام وفي الجاهلية حتى قيل أنه عمره أكثر من 120 سنة وقيل أكثر من ذلك. قال يا رسول الله أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية، أرقاء كنت أعتقهم أجعلهم أحرارا، وصدقة تصدقت بها في الجاهلية، وصلة وصلت بها رحمي في الجاهلية، هل لي فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قاسا هذه الحادثة وهذا السؤال، قاساه بالمسلم الذي يذنب ذنوبا ثم يرتكب بالذي يعمل حسنات ثم يرتكب ذنوبا تغطي هذه الحسنات، فإن تاب منها فإن الله سبحانه وتعالى يعيد له ويكتب له تلك الحسنات التي غمرتها سيئاته، مثل الرجل الذي يكون على الكفر ويعمل أعمالا فيها نفع متعدي للآخرين، ينفع الآخرين ويحسن إلى الأيتام، ثم يسلم، فمن فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل إسلامه ويكتب له أجر الأعمال التي كان يعملها في الجاهلية. طيب، نأتي يا إخوة إلى أخطاء ربما تقع منا في التوبة، أخطاء تقع منا في التوبة. من الأخطاء الكبيرة وحبائل الشيطان العظيمة التي يصطاد بها الشيطان بعضنا أنه يقول لا تتب وتحدث توبة وأنت سترجع إلى الذنب، ولهذا ربما يأتيك الشيطان في هيئة الواعظ. الشيطان أحيانا يصير واعظا يعظك ويقول لك يا أخي كيف
تذنب ثم تستغفر ثم تعود مرة أخرى، ألا تستحي من الله؟ أين الحياء من الله؟ أين تعظيم الله؟ انتبه إذا جاءك الشيطان في هذه. جاء رجل إلى الحسن البصري، والحسن البصري من سادات التابعين، طبيب من أطباء القلوب، ليس طبيبا حسيا، طبيب القلوب، طبيب الأرواح. فقال: يا أبا سعيد، إني أذنب ثم أتوب، ثم أذنب ثم أتوب، ثم أستحي من الله فلا أعود للتوبة. فقال الحسن البصري رضي الله رحمه الله: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يتمنى الشيطان أن تصل إلى هذا، ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، فلا تملوا من الاستغفار. إذا أذنبت فأحدث توبة، إذا أذنبت فأحدث توبة. لا يلعبن الشيطان عليك ويقول لك: لا، هذا قلة تعظيم لله. بل تعظيم الله إحداث التوبة كلما أذنب العبد، ولو أذنب العبد مرارا في يوم واحد، بل في ساعة واحدة، فإنه يحدث هذه التوبة. فانتبه، هذا من حبائل الشيطان. أيضا من حبائل الشيطان الاحتجاج بالقدر على المعصية، الاحتجاج بالقدر على المعصية. بعض الناس إذا، وهذا في الحقيقة شر من فعل المعصية، شر من فعل المعصية أن تبرر لنفسك المعصية. كلنا يقع في الخطأ، لكن انتبه، لا تبرر لنفسك، لا تحتج بالقدر. بعض الناس إذا جئت له وقلت له: يا أخي، لماذا المرأة المسلمة لا تحتجب؟ لماذا أنت لا تصلي؟ لماذا لا تحافظ على أوامر الله؟ لماذا لا تترك المحرمات؟ قال: الله سبحانه وتعالى قدر علي ذلك، ولو أراد الله لهداني، فالأمر كله بيد الله. نقول: هذا الكلام ليس صحيحا، هذا الاحتجاج بالقدر ليس في موضعه. طيب، سنأتي إلى هذا الأخ، هذا مثال، لكن لا تطبق يا أخ، انتبه، تطبق هذا المثال. تأتي إليه فتلطمه على وجهه، وإذا لطمته على وجهه قال لك: لماذا لطمتني على وجهك؟ قل له: ماذا؟ الله قدر أن ألطمك على وجهك. هل يرضى بهذا؟ لا يرضى. الإنسان قل له: لا تعمل، لا تذهب إلى الشغل وتعمل وتكتسب الأجر. إذا كان الله سيقدر لك المال، سيأتيك المال إلى بيتك. لا تتزوج، إذا كنت تريد الولد لا تتزوج، الله سبحانه وتعالى سيهبك الولد، إذا كان مقدر لك الولد سيأتيك الولد حتى لو لم تتزوج، يخلقه الله لك، ينشئه الله لك. هل يقول بهذا عاقل؟ لا يقول بهذا عاقل. ولهذا السلف يحتجون بالقدر على المصيبة التي ليس لك بها خيار، وقعت لك مصيبة، فقد مال أو فقد ولد أو مرض، هذه تحتج بالقدر، هذا قدر الله، هذا لا تملك له خيارا. لكن الذنب والمعصية الله سبحانه وتعالى قال: وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن لا يحتج الإنسان بالقدر على المعصية، فإن هذه ليست حجة، وهذه من حجج الأمم المكذبة لرسلها على مدار التاريخ. كلهم قالوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وهذا احتجاج في الحقيقة لإقناع النفس، وإلا هو الحقيقة احتجاج مردود عند العقلاء. أيضا يا أخي، من الأخطاء أحيانا أن فعل المعصية لا يسوغ لك فعل غيرها. يعني أنت وقعت في ذنب، لا يعني هذا أن تقع في ذنب آخر وثاني وثالث ورابع وخامس. هذا في الحقيقة يدل على أحد أمرين: إما على جهل، وإما على تسلط الشيطان حتى قال له الإنسان: أنت إنسان لا خير فيك، إذن افتح لنفسك باب الذنوب والمعاصي. انتبه، إذا وقعت في ذنب وستقع، فلا يعني هذا أن تسوغ لنفسك، أن تفتح لنفسك الباب على مصراعيه في الذنوب. فإن الإنسان قد يفعل طاعات ويقصر في أخرى، وقد يقع في معاصي لكن يعصم من أخرى، فلا تفتح على نفسك باب الذنوب والمعاصي. أيضا فعل المحرم لا يسوغ ترك الطاعة، وهذه من أشد حبائل الشيطان على الإنسان. فعل المحرم لا يبيح لك ترك الطاعة. فبعض الناس مثلا إذا فعل ذنبا أو معصية أو رأى محرما، ترك قراءة القرآن، ترك مجالس العلم، ترك الذكر. لا يا أخي، لا تكن هكذا. يعني أنت هكذا تجعل نفسك
في المعركة عاري في المعركة أمام الشيطان. إذا فعلت ذنبا فلا تترك الطاعة، فإن الطاعة من منافعها وفوائدها أنها تكفر هذا الذنب الذي وقعت فيه، ثم أنها تحمي قلبك. دائما عندنا قاعدة في التعامل مع النفس اسمها قاعدة الإحلال. الإحلال، كيف أنت تحصل على قلب سليم؟ قلبك صغير، حاول دائما أن تحل مكان السيئة طاعة، بهذه الطريقة ستتركها. دائما كثر من الطاعات، كلما أكثرت من الطاعات سدت عليك باب الذنوب والمعاصي. لكن إذا كنت ستفعل، إذا كنت ستفعل المحرم، وإذا فعلت المحرم أدى هذا إلى أن تترك الطاعة، فأنت في الحقيقة ارتكبت سيئتين، بدل ما ترتكب سيئة واحدة ارتكبت سيئتين، فعلت المحرم وتركت الطاعة. أيضا من الأخطاء أو من المزالق، أحيانا حينما يقع بعض الناس في فعل معصية يؤدي هذا إلى أن يبغض الطاعة وأهلها ويجتنب مجالسهم. لا يا أخي، إن كنت مقصرا وكلنا ذو تقصير، فلا يعني هذا أن تبغض أهل الطاعة والطاعة، بل على العكس تماما، ينبغي لك إن فعلت طاعة، إن فعلت معصية، أن تتقرب أكثر إلى أهل الطاعة. هناك سبحان الله بعض المعاصي التي هي في الحقيقة ليست كبائر، لكنها تؤدي إلى بعض الناس، وهذا من تسويل الشيطان، تؤدي بهم أن يبتعدوا عن أهل الطاعة. مثلا الذي يشرب الدخان، كثير ممن يشرب الدخان لا يقترب من مجالس الطاعة والعلم. لماذا؟ هذا ذنب، لكن لا يعني هذا ألا تحضر مجالس الذكر، ولا يعني هذا ألا تقرأ القرآن، ولا يعني هذا ألا تتنفل، ولا يعني هذا ألا تتصدق. فلا تعظم الذنب بحيث يكون حاجزا بينك وبين الطاعة وأهلها، بل اقترب من أهل الطاعة وابتعد عمن يعينك على المعصية. أيضا فعل المعصية لا يعني الاستهانة بها. أنت قد تقع في ذنب لكن لا تستهن بهذا الذنب، والاستهانة هذا عمل قلبي، وعمل القلوب أشد من عمل الجوارح. طاعات القلوب أشد من طاعات الجوارح، وذنوب القلوب أشد من ذنوب الجوارح. من أعظم طاعات القلوب الإخلاص لله، محبة الله، تعظيم الله، توقير الله، التوكل على الله، رجاء ما عند الله، الخوف من الله، الاستعانة بالله، هذه كلها أعمال قلوب، وهي أعظم بكثير بمراحل من أعمال الجوارح. وكذلك ذنوب القلوب أعظم من ذنوب الجوارح، الاستهانة بعلم الله سبحانه وتعالى، نقص توقير الله وتعظيمه والحياء منه، هذا ذنب أعظم من ذنوب الجوارح. صحيح أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وعمل وقول كلاهما، لكن القلب يأخذ النصيب الأكبر من الذنوب والمعاصي. ولا يعني هذا كما يزعم بعض الناس، بعض الناس يقول ما دام قلبي سليما لا بأس أن أعمل الذنوب. نقول لو كان قلبك سليما لما اجترأت على الذنوب، لو كان قلبك حيا لما اجترأت واستمرأت الذنب واستمررت عليه. أيضا يا إخوة، وهذه الحقيقة مهمة بالنسبة لنا كمسلمين، شعار من شعارات المسلمين التي ينبغي ألا نتركها أبدا، هي في الحقيقة ضمانة من الضمانات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنقاء مجتمع المسلمين، وهو أن فعل الذنب لا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. النصيحة، الدين النصيحة. من المشكلات التي حصلت عندنا في القرون المتأخرة في مجتمعات المسلمين غياب التناصح، غياب التناصح. يشاهد الواحد منا أخاه المسلم على خطأ فلا ينصحه، وهذه مشكلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله
ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. النصيحة الحقيقة فضلا عن أنها تؤدي إلى تماسك المجتمع المسلم وثباته، كذلك هي في الحقيقة تقويك أنت أيها الناصح، أنت أيها الناصح أنت المستفيد الأول. أولا أطعت الله سبحانه وتعالى، ثانيا نصيحتك لغيرك ستدفعك إلى مزيد من الثبات ومزيد من العمل الصالح، ثالثا أنقذت المسلم من أن يستمر على هذا الذنب. وكثير كثير مما نقع فيها الحقيقة يكون أحيانا عن جهل نفعله ونحن لا ندري، أو عن غفلة نحتاج إلى كلمة بسيطة، كلمة يسيرة، غشاء رقيق يحتاج أن يقول: يا أخي اتق الله، هذا العمل لا يجوز، هذا العمل يبعدك عن الله، هذا العمل يضرك، هذا العمل يكثر من سيئاتك، فينتهي المسلم. ولهذا سبحان الله دائما تجد حينما تنصح، نادر أن تجد من إخواننا المسلمين من يبارز في المعصية ويأبى، حتى الذي يبارز ويأبى لا بد أن ننصحه، لا بد أن تكون النصيحة شعارنا. فانتبه، إذا وقع الإنسان في الذنب لا يعني أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إن فعل ذلك في الحقيقة فقد ارتكب معصيتين: ارتكابه للذنب وتركه للأمر أو وتركه للنهي. طيب، نأتي يا إخوة إلى المعينات على التوبة. المعينات على التوبة كثيرة كثيرة، مثل المعينات على الثبات، لكن من أعظمها أعمال القلوب، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا، هذه من المعينات، إلا الذين تابوا وأصلحوا عمل الصالحات واعتصموا بالله. الاعتصام بالله من أعظم ما يعين على التوبة، وأخلصوا دينهم لله. ولهذا الذي دفع الرجل الذي قتل 100 إلى التوبة ما هو؟ إخلاصه، إخلاصه وبحثه عما ينقذه من هذه الموبقات التي ارتكبها. أيضا امتلاء القلب من محبة الله سبحانه وتعالى، ولهذا نبحث عن الأعمال التي تسبب لنا محبة الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنها 10 أسباب توجب للعبد محبة الله سبحانه وتعالى، ذكر منها ذكر الله والقرآن وما إلى ذلك. أيضا المجاهدة. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحن نحتاج إلى المجاهدة حتى نلفظ أنفاسنا الأخيرة ونحن في معركة مع الشيطان. ولهذا يروى أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة أغشي عليه، فكان يقول قبل وفاته بلحظات يسيرة، فكان يقول: لا لا بعد، لا لا بعد. فأفاق، فقالوا: يا أبا عبد الله رحمك الله، كنت تقول لا لا بعد، فما معنى ما تقول؟ قال: إن الشيطان جاءني وقال: فتني يا أحمد، فتني. خلاص أنت نجوت، فقلت: لا لا بعد، حتى يلفظ العبد أنفاسه. فنحن في الحقيقة بحاجة إلى المجاهدة، المجاهدة الدائمة. يعني ليس العيب أن نخطئ، فكل ابن آدم خطاء، لكن الشأن وخير الخطائين التوابون. كلما وقعنا نقوم مرة أخرى ونحدث التوبة، ولا نزال في هذا الجهاد، يحصل لنا فترة، يحصل لنا فتور، لكن نقوم مرة أخرى ونجاهد أنفسنا. أيضا من الأشياء المعينة على التوبة الانشغال بما ينفع واجتناب الوحدة والفراغ. الوحدة والفراغ أحيانا تجعل العبد، كثير من الذنوب أحيانا يقول الإنسان: لا أدري ماذا أفعل إذا تركتها. يكون معتادا على عادة سيئة أو عمل سيء، فيقول: لا أدري ما أفعل إذا تركتها. فنقول: دائما أشغل نفسك بما ينفعك، أحرص على ما ينفعك، واجتنب الوحدة دائما كن. ولهذا أركان الإسلام: الصلاة جماعة، تقام جماعة، الصوم بشكل جماعي، الحج جماعي، العبادات نعم كذلك تؤدى للفقراء، كذلك يعني أمهات العبادات تقام بشكل جماعي. فاحرص دائما
على أن تنضم إلى الجماعة المؤمنة وابتعد عن المواطن التي تخشى أن تقع فيها في الذنب. هناك أماكن، حالات، أحوال، أجهزة، أشياء معينة دائما تقودك إلى المعصية. اقطع أسباب، اقطع هذه الأسباب أو خفف منها بقدر المستطاع، واستبدل الأسباب السيئة بأسباب طيبة. أيضا استحضر عقوبة المعصية. أيها الأخ المبارك، لا تظن أن الذنب إذا فعلته يذهب هكذا، لا لا، الذنب له تأثير، له تأثير عميق على نفس الإنسان. ولهذا نجد من أنفسنا لو إذا وقع الواحد منا في الذنب وجاء يريد أن يحصل لذة العبادة، يجد هذه اللذة ذهبت. فإذا أحدث توبة وأحدث انكسارا بين يدي الله انفتح له باب التلذذ بالطاعة. فالمعصية تضر ولا شك، ظهر الفساد. المعصية تؤثر حتى على المناخ، حتى على الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب هذه سببية، بسبب الذنوب. ولهذا يروى في بعض الآثار وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله الذي لا إله غيره ما من خدش عود ولا اختلاج عرق، حتى تغير في الدم، ولا عثرة بقدم تسقط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. فآثار الذنوب في حياة الإنسان وفي من حوله. كان بعض السلف يقول: والله إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وجاريتي وامرأتي. يقول: إني أعصي الله فأصبح فأشاهد امرأتي زوجتي متغيرة علي، وأشاهد دابتي لا تنقاد إلي بسبب الذنب. ولهذا دائما ليكن عندك يقين أن الذنب له تأثير، ولهذا احرص دائما على ألا تقع فيه لألا تصاب بعواقب الذنوب. أيضا الدعاء عند من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يكفيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب والمعاصي، أن يرحمك الله سبحانه وتعالى بترك الذنوب والمعاصي. ثم بعد ذلك إذا حققت شروط التوبة والتي ذكرناها، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإقلاع عن الذنب، الإقلاع الفوري، الندم على ما فات، العزم على ألا تعود، وأن تكون الذنب في وقتها، لأن هناك أوقات لا تقبل فيها التوبة. متى؟ إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا جاءك الموت، جاءتك سكرات الموت، لا ينفعك التوبة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. لا، الحالة الثانية حالة كونية، وهي إذا طلعت الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من المغرب فإن الله سبحانه في آخر الزمان، في آخر الزمان، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة. بين ذلك أنت في وقت الإمهال، فبادر بالتوبة، ولتكن توبتك توبة نصوحة، التوبة النصوحة التي تكون تائبا فيها مخلصا لله. لأن أحيانا التوبة يعتريها شوائب، أخلاط. أحيانا ربما نتوب من بعض الأشياء لأنها تضر بصحتنا، كالدخان مثلا، أو نتوب لئلا نسقط في أعين الناس، يكون لنا منصب أو جاه أو ما إلى ذلك، فلا نريد أن يرانا الناس فنتركها. أو أحيانا يتوب الإنسان لأنه لا يقدر، ليس عنده مال يشتري به المعصية، أو ربما مرض فلا يستطيع. لا لا، هذه ليست توبة صادقة نصوح. التوبة الصادقة النصوح التي يتوبها العبد خشية وخوفا من الله ورغبة فيما عند الله، إيثارا للدار الآخرة على شهوات الدنيا. وكذلك التوبة الصادقة التي يكون فيها عزم وصدق، ليس فيها تردد، لا يقول الإنسان سأفكر، لا، التوبة الصادقة فيها عزم وصدق. قد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فإذا عزم الأمر ف
فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بترك الذنوب والمعاصي. نسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إيمانا وتوبة نصوحا صادقة قبل الممات. اللهم اجعل آخر أعمالنا أواخرها، وآخر أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نعوذك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.